منسوبو الفريق ومدربهم يتحدثون. يعني مباراة إذا قلت هي مباراة خاصة، خاصة صحيح أنها تجمع أشقاء في من منطقة واحدة، وحنا وإخواننا في نادي الفتح أتمنى أنا شخصيا أن المباراة تظهر بالمستوى اللائق الذي يعكس مستوى التطور اللي وصلت له كرة الأحسائية. فبإذن الله تعالى يعني أن احنا نقدم مباراة قوية مرتفعة المستوى بغض النظر في الحقيقة عن النتيجة، من يفوز، احنا فزنا هم فازوا، هذا شيء في حكم الغيب، لكن احنا حريصين ان احنا مع اخواننا في نادي الفتح احنا نطلع مباراة جيدة في الحقيقة. وبهذه المناسبة حيث انها يمكن تكون اول ديربي في دوري زين، الفريقين يكونوا في دوري زين، اتمنى ان ادعو جمهور الفتح وجمهور هجر انهم يكونوا موجودين حتى تعطي متعة وتعكس ان هناك في ناس يحبون الكرة وفي ناس تآزر الفرقة. فأتمنى من الشقيقين الإخوان في الفتح والإخوان في هجر أنهم يكونوا متواجدين حتى يؤازروا فريقهم. إخواننا الفتح في الحقيقة حقيقة يضمون لاعبين جيدين ما شاء الله، عندهم 2 لسه راجعين من المنتخب، قدموا خدموا المنتخب خدمة جيدة وقدموا مباراة حلوة وأقوال جميلة جدا كنا نفتخر فيها في الحقيقة، أنا شخصيا أفتخر فيها. وأتمنى كل ما أتمناه أن احنا مع إخواننا في الفتح احنا نطلع مباراة قوية المستوى، رفيعة المستوى. التقدير العام تخدير إعلامي؟ لا لا ابدا والله ما بتخدير، هو انا اتكلم عن واقع يعني احنا ما لا لا قد يكون في تحفظ، لكن انا اتصور ان الاخوان في نادي الفتح ما شاء الله عليهم في الحقيقة عناصرهم متكاملة وهجر عناصره متكاملة، لكن احنا نقول انا اطلب ان احنا نطلع مباراة قوية والنتيجه من يكسب نبارك له سواء حنا او هم. سو تيمي نورمال اي بريفيريبل تي جوغوس تودا سيمانا. عم بقول لك في حاله ان الفريق يكون في اصابات او يكون في بعض اللاعبين معهم كذا كارت، بقول لك بتبقى يعني مفيده بالنسبه للفريق ان انت لما بيحصل اللي هي فترات التوقف، لان دي بتخليك طبعا انك انت بتقدر تعالج الاصابات اللي عندك، كمان الفريق مثلا معهم بعض الكروت بتقدر تحسن من الحاله النفسيه للاعبين فبيكونوا بيؤدوا بشكل افضل. لكن بقول لك لا الفريق عندك انت بمستوى يعني على المستوى العام كويس والحمد لله ما فيش لا اصابات وما فيش كروت، بيبقى انت بالنسبه لك الافضل ان ما يحصلش توقف.